الموت. الضرس مش الموت. الموت يود اقسم بيت الله الحمد لله يا رب ان شاء الله ما يجيني ان شاء الله جعل ضرس يود سيبي مش على عائله من اول من الاخر الحمد لله لنا اغلب الاحيان ابوي انه ابوي كبير ابوي ويوم تقرا ولا يوم ابوك على النشاط الاول على طاري تقول نشاط ابوي من النشيط من اول كان فديت نزانه تربه قال هالملحه عرف ابو ناصر كانت فيها مزرعه جدي زين كان دم يعني عايش هناك وكان جدي لا خذوا وخذوا وخلص القهوه ولا ذا قال ميد ابوي اهبط تربه وجيب مقاضي تعال يروح بيعرجوله فهمت يجي ذاك الليل يوم اصبح الصبح قال جدي ما به قهوه ولا ذا اهبط تربه يا عتيق قال ابوي ابشر ياخذ ابوي صغير ابوي اساسا يوم راح من عند جدي عشان يتوظف عمره 12 سنه هو يوم كان يوصيه يروح اصغر من كذا العرق صح المهم وابوي كان صغير فهمت ما اصلا من كذا يقول ابوي رحت يقول يوم ذا يقول لا فيه بير ما يقول وانا ميت من الظما يقول وعاين للبير في ما يقول انا عادي وانا انزل فالنزول يقول نزلت عادي وكنت ضميون ورايح يقول نزلت عادي وشربت مويه وارتويت يوم انه خلص ابوي من ارتواه ذا فهمت؟ وعبى قريشته وجاب يرقى فاللي ما يردك جاب يرقى ها؟ لا 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 هو من تحت الحين البير من فوق ضيق من تحت توسع زين؟ كل ما جاب يرقى له يعود متى يدخله هو؟ الساعة 8 او 8 ونص ويشرب ابوك وحط ابوك يرقى وينزل ويرقى ويطيح ويرقى ويطيح ويرقى ويطيح ويرقى لين الساعة 2 الظهر لين الساعة 2 الظهر عانى ربي يقول في خشبة يقول من زمان يوم انا احطه على جنب زي كذا واحاول يعني ارص عليها ويقول مرة اعدلها من نية عانى ربي وهو يطلع وهو يروح زين باقي الحين قدامك ويروح هو يهبط تربه ويشتري الاغراض ويستانس يبغى هذا ذا هو يجمع عود جدي شافه هابطه فهمت؟ ويعني دل عليه قال وين راح زي كذا فهمت؟ متحرص جدي وجدي يجي جاي مع الدرب يقص جرته فهمت؟ ويجي ولا عينه منه طاح محله في البير ايه درى انه طاح في البير وابطه ما طلع وشاف جرته حتى يوم انه طلع راك زنساقه بعد ما طلع من البير حط رجله مروح يوم جدي راح بعد يمشي مع جرته عشان يبي يقابله مع الدرب وابوي يوم جاء راجع زين زد خدم قضيه وخلص اشغاله وكل شيء وعصير معود لا في محل معروف والله ما ادري وين ابوي ما اعرف بالضبط مرن هنا فيه جن يقول ابوي انا امشي يقول اقول بسم الله يقول والله العظيم يصرخهم كانه موزاني وحصاهم رجدي قدامي ووراي يقول انا اسمي بسم الله وامشي عادي فهمت وقرا المعوذات يقول وامشي ورجد الحصى قدامي وراي يقول تقول ولدت مره ثانيه يوم سمعت صوت ابوي قدامي ما ادري ايش شافه مستغرب اقول هذا جني بعد قال صوت ابوي فهمت لان جدي جاي مع نص الدرب ويقول ابوي يوم قال يقول انا قاعد امشي يوم قال سمعت يوم قال عتاق يقول تنصت له زكي لا الموت ما عاد بجعلي لا ذا ابوي قدامي يقوله انا ما كله يقول والله اني حتى جيت احسب انه جني يقول هذا من جنون هنية سبحان الله على طاري الخوف والجن من الاول يوم صغير بموت من حب اشوف الافلام افلام الرعب